ولنقاش الملف الثاني حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في العراق وانعكاساتها على المواطن، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، في ظل تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق، كيف يمكن تقييم الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطن العراقي؟ حقيقة ما يعيشه العراق من أزمة خانقة في مسألة تنظيم الاقتصاد وبنفس الوقت تنظيم عمليات الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بكل جوانب الحياة، ولذلك نلاحظ تنخفض عملية النمو في العراق بشكل سنة بعد أخرى في جميع مجالات الحياة، رغم الدخول العالية التي تأتي من خلال عمليات بيع النفط العراقي فقط. ولذلك البلد الريعي لا يمكنه أن يضع برنامجا حقيقيا يعطي الإمكانية للنمو يعكس ذلك على حياة معيشة المواطن، بينما نلاحظ في جميع دول العالم التي ينمو اقتصادها بشكل جيد ينعكس ذلك على حياته المعيشية والخدمية والترفيهية والمستويات المختلفة للحياة، خصوصا في جانب الخدمات الجوهرية والأساسية. نعم. بدءا من الطاقة والمياه وكذلك أيضا السكن وغير ذلك، بينما بالعراق رغم الإيرادات العالية التي تدخل من جراء عمليات بيع النفط وتصديره الذي يقدر بحدود حوالي 4.2 مليون برميل يوميا، والنفط العراقي بالظرف الحالي يباع بحدود حوالي بين 60 إلى 68 حسب نوع النفط، حيث برنت ب 68 وتكساس الاعتيادي بحدود حوالي 62 إلى 63 دولار للبرميل. إذن هناك دخول عالية جدا ولكن لم يتم توظيفها، بل يتم عملية سرقة حقيقة لمعظم الإيرادات بعيدا عن عمليات تنمية حقيقية في مشاريع أولا تعمل على استيعاب الخريجين والعاطلين عن العمل منذ سنوات ويزداد عددهم، بنفس الوقت كي تطمئن أي دولة أن هناك نمو اقتصادي حقيقي هو انخفاض البطالة وبنفس الوقت انخفاض مستويات الفقر. نعم، في هذا السياق بالحديث عن دكتور يعمل عكسيا بالعراق. دكتور، بالحديث عن الفقر، تحدثت وزارة التخطيط أن أكثر من 10 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية. ماذا قدمت الحكومة لهذه الفئة من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟ حقيقة الحكومة لا تمتلك الإرادة في وضع برنامج حقيقي لتقليص البطالة ومستويات الفقر بالعراق، ووزارة التخطيط تكذب عندما تقول 10 ملايين، بل أنا أؤكد أكثر من 15 مليون عراقي هم تحت خط الفقر، وهذا ينعكس من خلال توظيف الأطفال وهروب الأطفال من المدارس وغير ذلك، حيث العوائل الفقيرة تضطر على توظيف وتشغيل أطفالها بأعمال لا تمت لزيادة عمليات الإنتاج بالعراق. هذا الجانب خطير جدا، ولذلك رغم الإيرادات العالية. شكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو، حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.